أخبار اليوم. ايه رايك النهارده في المشاركه؟ مشاركه حلوه جدا. انت حاسس ان النهارده يوم انتخابي، عرس انتخابي؟ الاخبار اللي وصلت من عرس انتخابي كويس؟ طبعا. حاسس ان المساله ماشيه منظمه؟ طبعا منظمه. نسبه المشاركه السنه دي في الانتخابات بعد ثوره 25 و30 يونيو، انت حاسس ان هي افضل؟ ربنا يسهل الناس كلها يا رب. بيقول لك في مشاكل واجهت الناخبين، نسبه المشاركه قلت عدد 60%. حاسس ان في اي عراقيل في خط السير الانتخابات؟ لا. النتيجه النهارده لو اقصاها عنها هتبقى العمليه مرضيه لكل الاطراف. انا عن نفسي راضي عنها. مفيش اي تجاوزات لحد دلوقتي؟ مفيش اي تجاوزات. اتمنى انها تمشي بخير وتبقى صوره مشرفه للاخبار عشان تتشاف بره، يبقى منظرنا كويس. بس ربنا هيولي من يصلح، وان شاء الله اي واحد مننا كسبان هيكون سعيد جدا، واي واحد مش كسبان هيكون اسعد. شايف نسبه الشباب في المشاركه اكتر؟ ان شاء الله. حضرتك حاسس ان المنافسه شرسه فعلا؟ مفيش واحد حاسم المساله؟ لا، هي الفرص متساويه تقريبا بين المرشحين. المنافسة طبعا فيها منافسة جامدة، ولكن في زملاء يعني لهم باع في الجورنال وخبرة ولهم أرضيتهم، ممكن يبقى فايزين منهم إن شاء الله. وفي شباب أنا بحترمهم لهم أرضيهم على زر الخطوة، ودول المستقبل جاي معاهم كويس إن شاء الله. تقول كلمة للناس اللي هيحالفها الحظ إنها تنجح، وكلمة للي مش هيحالف الحظ. أنا بقول للي مش هيحالف الحظ، أنت وجهة أخبار اليوم، وجهة أخبار اليوم، وبتساعد زمايلك اللي نجحوا، لان كنت احد الناس اللي كنت اتمنى اللي يكون لك مكان من ضمن ال 15 اللي هينجحوا كجمعيه عموميه او اداره او مجلس اداره، وبدعيه ان هو يقف جنب زمايله ويتابعهم اول باول، وبدعو الناجحين ان هم يبقى يد واحده. اخبار اليوم محتاجه فعلا تكاتف الايدي لمصلحه المؤسسه.